بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نريد أن نبين كيفية إزالة النجاسة، كيف نزيل النجاسة عن الثوب، عن المكان. نعم. طبعا بدل خاورا نجاسة يعني بني بني نار نجاسة بني بني نار خاورا بسالي سيد جوني بسالي سفاني بسالي سفاني بني 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 شكل سفاني. القسم الأول نجاسة مغلظة، نجاسة فيها مشقة قليلة، مشقة مغلظة يعني فيها شوي قليل من المشقة من التعب. نعم. إذا ولغ الكلب من الإناء، الكلب لا يمكن أن يشرب إلا بإخراج اللسان ويشرب هكذا، فماذا نصنع في الإناء؟ كيف نطهر الإناء إذا أدخل الكلب أكرمكم الله لسانه في الإناء؟ نعم. يدي كفر لي عبد الجبر على ما عليهم دي كل قصر سوى عنه. لابد من إراقة كل ما في الإناء من ماء. يبقى على ما جيت جدك سوى يتحل يا قولا. ومرة واحدة نضع التراب نغسله بالتراب. قولا تبقي عبد الجبر ما تعمل ما تعمل قطني. ثم نغسل الثانية بالماء، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة بالماء. نغسل بالماء ثم نريق الماء، وهكذا إلى أن تكون سبع مرات. الأولى بالتراب، ثانية بالماء، الثالثة، الرابعة بالماء، خامس، السادس، السابع. بالنسبة لي ما تعلمتي السادس تعلمتي ما نعلمه سبعة مرات.